هذه المرة الثانية يحصل لي الشرف أن أزور هذه البناية، هذه المعلمة المعمارية والتاريخية والقضائية رفقة الصديق مهدي قطبي رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف. هذه الزيارة الغاية منها هو إعطاء الانطلاقة الرسمية لبداية أشغال تهيئة هذه البناية القديمة ديال اللي كانت محكمة ابتدائية من أجل تحويلها إلى متحف وطني للعدالة. لماذا هذا المشروع المتحف الوطني للعدالة؟ في خلال السنتين الماضيتين قمنا بجولات عبر مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، واكتشفنا بالإضافة لتجديد التواصل مع المسؤولين القضائيين ومع الأطر دي منظومة العدالة، اكتشفنا من أرفود مرورا بالصويرة وطنجة وتطوان وعدد من المدن والمحاكم في المملكة، اكتشفنا تراث مادي ولا مادي زاخر اللي كيجسد الذاكرة القضائية وذاكرة العدالة ببلادنا. وأي واحد عنده حد أدنى من الحس الثقافي لا بد وأن ينبهر بهذا التراث وأن يفكر في كيفية الحفاظ عليه وفي كيفية استثماره وتطويره، لأن التراث العدالة بروافدها المتعددة، القضاء العبري، القضاء اللي كان هنا في المنطقة الدولية في طنجة، القضاء الخليفي اللي كان في تطوان، القضاء السلطاني أيضا، تاريخ وذاكرة هيئة الدفاع المملكة المغربية والمهنة المحاماة كيفاش تطورت، وبالإضافة إلى المهن أخرى كذلك كاين هيئة أخرى لا تقل أهمية هي كتابة الضبط وكيفاش تطورت عبر التاريخ. إذن فمنظومة العدالة، ذاكرة منظومة العدالة بوثائقها وبنايتها ولباسها وكل مستلزماتها هي ذاكرة، هي جزء من الذاكرة الثقافية لبلادنا، هي جزء من تاريخ المؤسسات في بلادنا، هي أيضا جزء من الوقائع السياسية كيف تطورت ببلادنا. لذلك فمن الواجب علينا أن نسهر على حفظ هذا التراث وعلى تجميعه وتطويره وتقديمه للجمهور وللمهتمين وللباحثين أيضا، حتى نساهم في إطار التوجيهات الملكية السامية للحفاظ على هذا التراث اللامادي لبلادنا. وبطبيعة الحال المشروع ديال المتحف الوطني للعدالة بمدينة تطوان من شأنه أن يعطي نفسا متجددا للحياة الثقافية لهذه المدينة الغالية علينا. شكرا. Nous travaillons sur cela depuis quelque temps pour essayer de faire de ce musée un vrai musée et qui donnerait aussi une visibilité culturelle à la ville de Tétouan et donner aussi la possibilité avec ce que nous avons ici, la fondation qui est le musée Bab el-Oukhla et le musée d'archéologie à Sidrissi. Donc ça va avec le musée de la ville qu'on va aussi, sur lequel nous allons nous pencher. Ça va être quand même 4-5 musées à Tétouan, ça va être un pôle culturel. Et comme vous le savez, Sa Majesté le Roi a mis la culture comme une priorité. Et nous allons continuer à développer et à exécuter pour que la culture puisse être toujours un élément essentiel de développement et d'ouverture.